الناس في هذه الحياة لا يمشون إلا في دروب أقدارهم، فلا تشغل قلبك بما ليس لك يد فيه. أمر الله نافذ لا محالة. مهما بدت لك الطريق عسيرة والأبواب مغلقة، ليس لك إلا السعي وليس عليك إلا أن تمشي. أما متى تصل، كيف وأين، فهذا غيب لا يعلمه إلا الله.